نعم، هل في مكونات يعني محددة أنتم بالنسبة لكم في الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الإجراءات اللي تتخذونها؟ يعني خلينا ما أبغى أقول مواد محرمة، ولكن مواد يمنع استخدامها بتاتا في العطور، وسبق ووجدتم مخالفات مشابهة لاستخدامها مثلا؟ ما في شك، هو المنتجات التجميل الأصل في المنتجات المواد المكونة تكون كلها مقبولة، لكن في منتجات تكون في مواد مكونة منظمة، سواء كانت بتقييد معين أو زي ما تفضلت محرمة أو محظورة، منشورة على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنسب المحددة، وإذا كان لها قيود في منتجات معينة فقط دون الأخرى. هذه المواد يتم مراجعتها بشكل دوري سنويا، ونتأكد أن ما يكون لو ظهرت دراسات أو عملنا دراسات على بعض المكونات وجدنا أن الأصلح إعادة النظر في تنظيمها سواء كان بالتقييد أو بالحظر، يتم العمل ما يلزم لتحديث التنظيمات هذه.